شكرا جزيلا تحية. هلا حنحط عماد، رموش، انا بحب استعمل هول الرموش. عماد معنا اتصال اخر من نورهان من الاسكندريه. مرحبا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا ليليان؟ احنا قابلناكي في اسكندريه على فكره. كيف صحتك؟ اهلا بيكي قمر بيروت اللي طلع علينا في اسكندريه. يعني انا كنت كتير سعيده بهالاقامه بالاسكندريه، والله واول ما وصلت ذكرتكم، يعني مش عادي. احنا اسعد والله ان احنا شفناكي واحنا معجبين بيكي والله كتير والله. انا نورهان واختي مروه ومامي كانت معانا. تذكرت كتير منيح، وانتوا بتجننوا وتصورنا سوا اكيد. وتصورنا سوا. يعني الله يديم المحبه، غمرتوني بلطفكم الكبير الكبير. احنا والله سعدنا بيكي كتير قوي، واحنا معجبين بيكي وبكل حاجه بتعمليها. تسلمي يا نورهان، كتير انبسطنا باتصالك. وبتحبي الميك اب؟ انت حلوه، ما بدك كتير ميك اب بس بتحبي. اكيد اي بنت بتحبه. واحنا مش عايزه اوصف لك قد ايه كنا مبسوطين بيك. وعايزين زياره ثانيه بقى، ما ينفعش كده. الله راد، هالمره رح اروح اخد ديانا معي، وحده ما رح اروح بقى. ايه اكيد. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله، فرصه سعيده والله. وسلمي لي على الكل، كل يلي كانوا بالاحتفال، كل ما تلتقي بحدا سلمي لي عليه، اوكي؟ ايوه. شكرا. اوكي، طيب. ثانك يو سو ماتش، باي باي. يعني الإسكندرية حلوة كتير، وبحر إسكندرية كمان. ليليان في شط إسكندرية، يا شط الهواء هيك. مزبوط. بس وبالأحلى الأحلى بالفعل ناس إسكندرية. أنا يعني ما شفت هالقد شعب متواضع محب. ولما يشوف حدا بيعرفه، مش انه شافه بيمشي، لا بيجي بقول. بيسلم وبيحكي وبيتغزل، فبجننوا كانوا طبعا. يعني سفرتك كانت موفقه اكيد. بدنا نشوف هون قد ايه عم بيكون في عندك توفيق عماد بالمكياج. صرنا تقريبا على الاخر، صحيح سريع بالمكياج لدرجه ركبوا الرموش وانا عم بحكي. غمضت عين فتحت عين مع الرموش. هيدا الرمش حطيته رمش كامل او رمش؟ هلا هيدا رمش كامل، بس انا بحط فوقه، برجع بحط واحد واحد بس على الاطراف يعني. مش عماد بيفرق شيء، بتفرق هيك سحبه العين بالرمش كامل او واحد واحد، او اي الاجمل للعين؟ ليكي انا بحب هيدا، يعني انا بحب كامل. هالستيل وفوقه بينزاد، يعني اذا بدنا فينا نزيد يعني نرجع. مش معقوله شو الرموش صايره عم تعطي جمال للعين فعلا. بتعطي افكت كثير حلوه. انا عطيني هم زهره وجعرق بتاعها عن جد ولا اعقل، من غير انها رايقه هيك راسها لورا وما عم تعذبك ابدا. شايفه هيدا اللون كثير دارج على هالسنه. حلو. هيدا البينك شوي جاي على، يعني كيف بدي اقول لك، الفوشيا تقريبا، بين الفوشيا محير، يعني محير. بين كوراي على زهر على. أيوة. مختلف كتير كتير. احنا لانك اسم الله مشهل كثير بالميك اب، وتنريح لها رقبتها ونقدر نشوف جمالها اكثر، رح نطلع بريك نحن وياك عماد وكل المشاهدين، وبنرجع لكم بعد وقت قليل. خليكم معنا وسيدتي الجميله. هذا العدد النجمة أروى أحلم أن أكون أوبرا العرب، أمل أكبر أنا امرأة مختلفة، صفحات متنوعة من الفن، الموضة، الصحة والجمال، اليقظة، أجمل المجلات العربية. فقرات عديدة، في عندنا مواضيع جريئة، مواضيع صحية، تلخص كل ما يهم الصحة. دايما بننصح المريض ياكل اشياء صحيه خفيفه. جمالك، كثير منا بيعمل مساجات للوجه بطريقه خاطئه. اوميجا، الاعتداء الجنسي هو احنا بالنسبه لنا جريمه. فيتامين، رجيم البروتين حتى للرياضيين برضه لازم يكون تحت نظر اخصائي تغذيه وطبيب. الصحه النفسيه، الخوف هو اكبر مشاكلنا في الحياه. صحه حياتي، الموسم الثالث، كل خميس 9:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم، برعاية بيبي جوي ساعد الدوم طول اليوم، بالاشتراك مع مشاكل كتير قوي قوي بتصادف الإنسان.
ألديك أسئلة تدور في ذهنك؟ مين المنطق اللي بيقول ده حرام وده حلال؟ تتمنى أن يشاركك أحد همومك؟ مش عارف أقول إيه على القسوة دي. أتود البوح بما يقلقك؟ بنتي لما يكون جوزها بيضربها نعمل إيه؟ هل تريد حلاً؟ شيل كلمة مشكلة ونحط مكانها كلمة تحدي. أينما كنت؟ معنا منى من اسكندرية، من الجيزة، القاهرة، في العالم العربي وفي العالم، كاليفورنيا، من نيو جيرسي، من بيروت. برنامج واحد، اسألوني، يجيب عن كل تساؤلاتك. يا ريت تحط راسك على كده وتفضفض. تواصل مع رجاء الجداوي في اسألوني. عايزة أسمع آرائكم. كل خميس وجمعة 8 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم. الخيانة مش مجرد حادثة، دي طبيعة. هو من أبرز كتاب العصر الذهبي للسينما المصرية. أنا لازم أبقى قدام في صدر المسرح. حاك برواياته العقل والوجدان. يا اختي انت ايه؟ عايزه تحكمي عليا بالشعر طول العمر؟ مين اللي بيتكلم؟ في حد ما يعرفش مالك؟ وخطف قلوب العشاق. بكره هنقضي النهار كله مع بعض. انا لما ببص في عينيكي بيوحشوني شفايفك. اجمل افلام الاديب احسان عبد القدوس. الفلوس تلاقي بيها كل حاجه. على قد ما هتتعبي على قد ما هتوصلي. كل احد وثلاثاء من شهر مايو 10 مساء بتوقيت السعودية على سينما واحد. بتزعقني كأنه غلطانة. كوني فاهمة يا خديجة إن حسن جوزك هماشين على مزاجه. طبعاً غلطانة ستي غلطانة كمان. ده واحد معتبر المزيكا حرام، يوم يجي لحد الأوبرا. يوسف أنا بحبك. طلعني حسن. الداعية من الأحد إلى الخميس 10:30 صباحاً بتوقيت السعودية، وشاهد الإعادة بحلقات متتالية الجمعة ابتداء من 1:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات. أنا هعرض عليك عرض وبالتالي كده أنك أنت مش هترفضه. العيلة دي ما يجيش من وراها غير الشر وبس. أنت هتطلب الطلاق من بابا وإلا بكرة هتسمعوا أخبار تعجبكم قوي. مش هيسيبوها، أنا وقعنا في حرامية البلد. ابن موت من الأحد إلى الخميس 9:30 صباحاً بتوقيت السعودية، وشاهد الإعادة بحلقات متتالية السبت ابتداء من 6:30 مساءً بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات. الحب عطاء، تضحية. جاءت انطلاقتها الفنية مع المخرج العالمي يوسف شاهين. لازم الناس توصل للقتل والإرهاب عشان تحسوا بيهم. مزجت في أدوارها شخصيات عدة. احنا في مصر يا بنتي، ما احناش عايشين في الدنيا لوحدنا. بين الفتاة المصرية الرقيقة. كل ليلة بحلم بيك يا محمود وانت راجع وشايل لي من خير البحر. والمرأة الصارمة القوية. ارفع قضية وميراثي اخده دلوقتي حالا. وقد حصدت العديد من الجوائز. في البيت مستعدة أبوس تراب رجليك، بس في الحياة لازم يكون لي موقف. نجمة شهر مايو. أنا أكره بس ما تجرحش. الفنانة حنان ترك في أجمل أفلامها كل 4 وجمعة 8 مساء بتوقيت السعودية على سينما واحد. متابعين مع سيداتي الجميلة وأحدث صيحات المكياج لعام 2014 مع عماد فتوح. عماد، يعني قبل الإعلان كنا عم نخلص الميك اب على الآخر، هلأ صرنا هيك يمكن على نهايته. بدنا نشوف زهرة هيك هلأ بالإطلالة الأخيرة، اشتغلت لها سموكي. أيوة سموكي، بس هيدا سموكي مش مات، في شوي يعني لمعة، شوي لمعة خفيفة، لانه ما بقى دارج كمان انه صايرين عم بيعملوا الاي شادو فيهم لمعه هلا لهالسنه. اوكي يعني لكن النكري هو يلي دارج هيدا من ماك كثير يعني موضه هالسنه. انا بستعمل شوي على جراي. ايوه فيه هيك شويه لمعه بتحسه صايره فوق كثير حلو بيعطي للعين. انت حطيت لها تحت عينها كمان، حددت لها تحت عينها، حطيت لها شوي عبلو بس مشان يغير، لانه مش حلو انه كل مره عم نعمل نحن بس سموكي ايز كله
نفس اللون. بس هذا اللون كتير حلو، عطى هيك هيدا غير شوي مع الليبستيك اللي نحن حطيناه. دير الشيء الحمرة القوية لتتم لها الصيفية مثلا أورانج فوشيا قوية. أيوة دارج هالألوان كتير دارج. عندك الألوان الفرابون القوية دارج. أوكي. يعني عم نشوف بعض المشاهير هون، عم نشوف نبيل عبيد وسوسن السيد، وقبل كمان شفنا صورة لكمان ممثلة ومقدمة برامج هون محمود ياسين وزوجته شهيرة. يعني بتهتم بتصفيف للكل. ايه طبعا. ميس حمدان ايضا او مها الخليل. هي مها الخليل. مها الخليل. حلوين بيشبهوا بعض. نسعى التجميل على الميك اب. هون ناتالي فراج ولا لا؟ مين هي؟ ايه ناتالي فراج. لا منيح عرفت وجهها ولو الصورة شوي بعيدة. لانه في صور بتعرفي انت حسب الصور. نانسي افيوني كمان. ايه اشتغلت معها كثير حلو الميك اب كمان معها. وهي حلوه كمان. ايه وهي حلوه مهضومه كثير. عم نرجع نشوفهم كمان نانسي. هون يمكن عم نشوف اعلان لك عماد. ايه في اشياء بتعرفي انت لازم بنحطها اوقات فيسبوك انستغرام مثلا اكثر الناس ليحفظوا الاسم يعني كمان بتحطوا الاسم هيك مدوّق بالبانو يعني او حتى بالصوره. في كثير بانويات كانت نزلت لي هذيك السنه هون الفنانه باسمه كمان عم نشوف صورها، يعني مشتغل مع عدد كبير من الفنانين. منيح ما بتجرب بهالنهار. بالصوره اللي مرقت قبل اي مذيعه الاخبار ميسون كمان بتلفزيون الان. اوكي بوجه لها تحيه كمان. هم نوجه لها تحيه ولكل الزملاء وين ما كان. انت اللي مغير بالصور صراحه، كل صوره مبين شيء ثاني. هيدي مين موجوده معك؟ انا اللي بيشوفني على الطبيعه غير بيشوفني بالصور. ايه كثير كثير مغير. هلا يمكن كمان انك حاطط الكاسكات. الكاسكات شوي. أيوة. الواحد بس انت بكل شغلك بتحب تحط الكاسكات. بحب هيك سبور يعني. اوكي بس هون كمان بدنا نوضح انه انت مش بس بتعمل ميك اب، انت بتسوي شعر بتعمل تاتو، يعني خالصه مخلصه بتطلع الست من بين ايديك. وقديش اريح لان بتعرف انت براسك شو حاطط للشعر او العكس. ايوه عماد عم شوفك هون عم بتحط يعني هيك الرتوش الاخيره، عم بتفتح شوي تحت الحاجب وفوق العين. ليه؟ إيه لانه بتعرفي لازم اعمل شوي استومباج يعني للعين يعني ليبين، ما يبين كثير اوفر غامق، ما يبين غامق كثير. اوكي شوي تنفتحوا لانه ديجا عندنا رموش دارك صح، يعني هن دبل بلاك اللون تبعهم، مشان هيك ما في داعي بس انه نعطي شيء بس للعين اكثر. هيك ميك اب لاي مناسبه بتشوفه؟ هلا هيدا لخرج عشاء، خرج سهرة؟ سهرة ولا بيكون اقوى شوي اذا للسهرة؟ السهرة شوي اوقات اذا بحبوا اقوى قوي. يعني يمكن بتزيد الالم بقلب العين. ايه في ناس بتقلي مد اللي بعد عيني اكثر، اسحب لي من هون، اعطيني من هون، يعني خلي شوي. في منه بيطلبوا اكثر من لون، لونين ثلاثة أربعة بيطلبوا. هلا عم بتحط الماسكارا، عم شوفها الصيفية كثير دارج الماسكارا اللي فيها ألوان، مثلا عم نشوف النيلة كثير راجع دارج موضة. قد ايه يعني بتشجع أنت الماسكارا الملونة؟ بس أنا من بعد الأسود ما في سيد الكل. رح نتابع معك ومعنا اتصال من عامر من نجران. مرحبا يا عامر. أهلين مساء الخيرات. مساء النور، شو أخبارك؟ طيب الله يسلمك. مرحبا عامر. ليليان كيفك؟ أنا منيحة، وأنت كيف يا عامر؟ كيفك رانيا؟ الحمد لله، كيفك يا عامر؟ أنا ديانا. ديانا أهلين ديانا، آسف. شو أخبارك؟ الحمد لله كتر خير الله. أنت كيفك يا عامر؟ شو عماد؟ يا هلا. شو أخبارك؟ الحمد لله بخير يا هلا. زهرة كيفك؟ يا اهلا وسهلا. سهرة منيحة بس رقبتها شوي بعتقد عم تجع. بعتقد ما بتجع. قربنا نخلص. كيفك يا ليليان؟ والله منيحة يا عامر، مبسوطة باتصالك. أنا معي لك سلام كبير كبير، حابك توصليه للرايدة والرائعة راغدة شلهوب. تكرم عينك، أنا اليوم حكيت أنا وياها ورح أرجع أحكي معها بعد الحلقة، تكرم عينك يا عامر. إن شاء الله، الله يسلمك. أمانة عليك يا ليليان، هذه أمانة. أكيد أمانة بتوصل، وشكراً لاتصالك. أنا سبق واتصل فيك أنت وهي قبل تقريباً. بتذكر، بتذكر كنا سوا على الهواء. أيوة. بدنا نسمع صوتك على طول كمان. أيوة. يا عامر، ما تطول الغيبة. نعم. أوكي. إن شاء الله. إن شاء الله. باي باي. شكراً على اتصالك. هلا عم بحط لها البلاش اللي عصموه.
عصومو يعني لا بني بني ولا زهر زهر. أيوة. يعني لأنه عادة من البني والزهر نطلع أتلاشي هيك يكون بس يأتي للطبيعة بس والطبيعة. مع أنه الصبايا يا بحبوا يروحوا على البرونز يا عم بحبوا يروحوا على البلاش اللي لونه زهري يعني هيك بحبوا يبينوا تشيك